double cup, then come pray, holy lust. السلام عليكم فاميلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو اللي كلكم كتسناوها، وكلكم كل مره كنلقى لي ميساج ولي كومونتير وعافاك الجزء الثاني الجزء الثاني. فانا اليوم بكل تواضع مني وبكل اش يقولوا المهم هذاك الشيء خليتها تكون في كلاشين ديال مسيو ايمن، فهو غيقول لكم ما تنساوش تابوناو، غيقول لكم انا غنقول لكم لا شوف الخوت انا ديما تنقول لكم والله العلي العظيم من القلب الخالص، عجبتك لاشين عجبك الشيء اللي ندير تابونا تابونا، ما عجبكش ما تابوناش ما تفرجش فيه. المهم قبل من هذا الشيء كامل بغيت نقول لكم شكرا بزاف للدعم ديالكم وشكرا للتفاعل ديالكم، كنقرا بزاف ديال لي ميساج زوينين وبزاف ديال لي كومونتير زوينين. حشمتوني حشمتوني، درتوا لي حشيمات وحرس ليخات. المهم فين خلينا الخوت بعدا كاين الجديد هو اننا ملي ولينا كنخرجوا دابا بزاف ولينا كنتلاقاو مع الناس، الصراحه والله الا كيحشمونا بالله والله. شكرا بزاف الناس اللي كيتلاقاو معنا وكيسلموا علينا وكيقولوا لينا كلشي، كيسول على اروى بحال غزلان ما كايناش، شليخات ما كايناش، كلشي اروى اروى اروى. ومن هذا المنبر بغيت نقول لكم واحد الحاجه، علاش كتقولوا لي بنتك كتشبه لولد حديدان؟ بنتي كتشبه لباها، باها كيشبه لولد حديدان. لا 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 ما كيشبهش لي والله. جا شوفوا هاد الكايات وشوفوا هاد الزينه وشوفوا هاد الفنون، تبارك الله لما نعطاه الله ربي عطاني واحد النعمه خصني نحافظ عليها، مغابه بحال بحال الدار. المهم فين خلينا؟ انا عارفاكم داركم راسكم ما طولتش عليكم، ولكن انا نبدا لكم منين خليناها. فين خليناها؟ فاش لحت لي تليفونو من الطوموبيل خليتيه تما تما، ومشيت للدار وعيط ليا، ولكن قال لي ما عيطش لك ماما، عيط ليا باش يطمن عليا. وداكشي مشيت للدار عزيت نفسي وكرامتي ما تسمحليش اني اكلمو تاني. ما بقيتش كندوي معاه، ما بقاش كيدوي معايا، حتى هو دار النفس خوكم نفيس حتى هو كثار مني. ما بقيناش كندويو لواحد المده اللي طويله شويه، تكون شي شهر شهرين صافي، كنا حاقدين على بعضياتنا شويه. اشنو بدا تيقول لي الطانطو ديال راسي؟ تعلموا مني البنات، سمعوا اشنو ديروا، لا خاصكم لا والله تديروا، شوفوا على حسابي تزوجوا. يكون عندك النفس وتكوني بكرامتك وما تبينيش نقطة ضعفك، ولكن الداخل ديالك يكون طيب وحنين، واللي شافك يعرفك راكي كيوت وضريفة وداك الشيء. المهم بقينا في حلاكة، ما بقيناش كنهضروا لهادي واحد شهرين في حلاكة. كيفاش غنهضر معاه؟ وليت كنخرج انا وصحاباتي كنبقى نقلب على القهاوي اللي كيجلس فيهم ايمن. انا شنو بيا والله العلي العظيم بيا غير نشوفو جالس بخير لاباس عليه، كندوي مع صحابو كنقول لهم كي داير ايمن لاباس عليه. يا الخوت حسكم تعرفوا واحد القضيه، انا من لو جونغ اللي كنخرج نمشي بلايص بزاف وكذا، ولكن ما كنحملش نبقى نصور وندير ستوري على اي حاجه ولا نصور. انا انستغرام كنت ديرو وسناب ما ديرو، حاجه وحيده فيسبوك غير باش نتواصل مع الناس صافي، واتساب. انا عندي سناب، هو كان متبعني في السناب كان كيشوفني اشنو كندير. والله ما كنت كنشوفك يا الكذاب يا وحق من بعد محمد الخوت، ما كنت عارف ان ولا كنت كنشوف، ولكن ما عنده السناب كيشوفني في السناب. لا والله كان هو الا كان في حكا التليفون وداز شي ستوري كتبع لا ما لا كنشوف من بعد، ما كنقولش يعطيني نشوف ولا شي، المهم كتشوف اش شي دفع كتشوف يا والله يا الخوت الا شي جوج مرات صراحه. شوفوا سمعوها مني انا شليخات ما بياش الكذوب، كان كيجبعني والله ما كنت كنتبع. وانا كنت كنبقى نسول عليه غير شي، انا اون فوا نسمع ايمن لبس عليه بخير ما كنبقاش نتسوق. المهم كيف ما قلت لكم باش ما نطولش عليكم، بديت كنمشي للبلايص اللي كيمشي ليهم هو، كنمشي للبلايص اللي كيمشي ليهم هو. عمرني ما تلاقيت معاه. واحد النهار خارجه من واحد القهوه انا وصاحبتي، يلا غنركب في طاكسي ونلقى ايمن، هو كاتب علي ايمون عرفتي، يلا غنحط رجلي في طاكسي ويتبان لي ايمن، ونقول لها ايمن ايمن كيعيط ايمن، عرفتي اش كان كيعيط يقول لي توحشك ولا كيديرها ولا لاباس. والله باقي نجي لهاد البلاصه اللي كنجلس فيها وصلاتني خبارك والله، وتحلف عليا بحال تقول لي واخدني، لا حول ولا قوه الا بالله. انا ما نطرفش الساعه ما تجيش البلاصه اللي كنجلس فيها حتى انا، ما تمشيش نقلب على البلاصه اللي غتمشي لها هي. علاش 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 الا قلتي هذه صراحه نعرفوك صريح وجريء؟ بغيت نكون صريح. علاش؟ على قبل انني اول حاجه
باش ما نشوفكش ولا علاش ما باغيش تشوفني؟ هذا هو السؤال المطروح. هكا ما باغيش نشوفك. علاش علاش كترو قلبو كي بغيني اوكي بلاتي انت راه تبعتيني. انا شفتك غير كنمشي انايا كندير شي حاجه شتي دابا واخا تلاقى بيه في قهوه ونشوفو عيني في عيني ونقدر ما نسلمش عليه نقدر. المهم انني شفتو راه هو بخير داك الشخص اللي عزيز عليا راه هو بخير ولكن راه ما نعيطش ليه وما صيفطش ليه ميساج واخا ياكلوني يدي ما صيفطش ليه ميساج. الحاجه اللي خايبه في هادشي هو انه هي كانت دايره صاحبي جاسوس انت الخوت كيف بقى يقول لها راه مشينا هنا جينا هنا درنا هنا اي من عنده اي من هادي اي من فاعل اي من كلشي داكشي كنت كنعرف ولكن راه غيزلان كيقول هادي راه ما مسوقاش ليا راه ما عمره ما عرف انني كنعرف عليه شي حاجه ولا عمرني هزيت التليفون وصيفط ليه حتى ميساج وحتى هو حسناش موجود وحتى هو نفيسه عمره ما صيفط ليا ميساج مده شهرين. المهم قلت لكم ديك المره اللي مشيت فيها لديك القهوه اللي كيجلس فيها ما تلاقيتش بيه بقيت جالسه اقسم بالله بحال هكا كندير هو ايمن غيدخل هو ايمن غيدخل اللي جاي كنوصلو بعينيه ما كاينش ايمن غير خرجت من القهوه وركبت في الطاكسي ما عرفتش واش قالوا لي جنون ولا ما عرفتش كيعيط ليا. انا عندي الناس ديالي الناس ديالي ما عنديش انا واحد نديرو رقاص. المهم عيط ليا قال لي والله باقي تجي لديك البلاصه اللي كنكون فيها انا قلت لك ندير لك نفعل لك ندرك لك وانا تيمو فرحني داك فرح بحال قلت وصلت المبتغى ديالي هو اللي معيط ليا فرحتني لابيل ديالو كنسمع فيه كيعاير فيا وكيغوت عليا وانا كنضحك في الفرحه لداخل. صافي مشيت فحالي ما بقيتش كنجي لديك القهوه دازت واحد المده نهار عاشوره قبل نهار بعاشوره بالضبط قديت لي تبخه بعاشوره. شوفوا اقسم بالله احسن نهار قبل عاشوره عيط ليا ايمن كندير اكسيدون بالطوموبيل وحطها كتصاوب وكان كيمشي كيجلس في واحد القهوه في المدينه عرفتي فاش كنشوف لابيل ديالو كنحس بقلبي كيمشي من جيم بلاصتو كنقول هو عيط ليا انا المهم انا ما نعيطش خلاص ما قلت على اللقطه هي والله نهار قبل عاشوره فاش كنتي دير لاكسيدون بالطوموبيل وكنتي حاطها كتصاوب درت جوج كسيدات لا فاش كنتي حاطها كتصبغ كامله فاش كنتي جلستي جوج المرات انا النهار الاول فاش عيطتي ليا ما جيتيش ماشي انا اخوتي انا درت بها كسيده انا تخلى عند واحد خينا اللي دار بها ايوا بعدا باش ما تقولوش كنكذب. المهم عيط ليا كي دايره لاباس عليك الحمد لله بخير هادي بغيت نشوفك ويلي على بغيت نشوفك غيزلان ما ماشي للحمام شعرها مشعكك حالتها حاله ما غتقدرش تخرج تشوفو داك النهار. قلت لي لا وعلاش ما قلتيهاش ليا وهادي 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 قلت لي ما نقدرش اليوم ما عنديش ظروف هادي 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 ما شفتوش. الغد ليه الخوت عيط لي انا قلت لي الو نهار عاشوره نشوفك قال لي ما عقلتش قال لي لا تليفوني غيطفى هادي انا كنت جالس غير هنا انا هادي مهم ما عرفتش كيفاش شديت الطاكسي ومشيت لديك البلاصه اللي جالس فيها هو. دابا شوف خوت باش نجيكم الصراحه انا انسان صريح دابا هي كتقول مع راسها راه مادام قال لي بحال هكا تليفوني غيطفى ولا بغا يصدرني الا هو مع شي وحده هادشي اللي كنقول انا هكا اللي كاين كنقولو بحال دابا تليفوني بصح ديجا غنقول لك ولكن انت علاش عيطتي لي نهار قبل منين انت صريح عيطت لك نهار قبل علاش عطاني سبب مورا 3 شهور ديال الفراق وما عمرنا هادي بغيت نشوفك علاش هادي بحكم داكشي دوزنا بحكم بزاف الحوايج تخرج بيت وحشتك زعما هادشي شوف غيزنان نكونو واقعيين ما توحشتينيش ماشي توحشك انا توحشتك ولكن عيط لي حتى توحشتيني صافي تو سامبلومون بلا ما فقط تزيد في الهضره. المهم هذاك النهار الثاني راه كاين فرق بين الانسان مخاصم مع واحد واخا كيتوحشو كيبقى واحد الحاجه دايره خايبه كيبقى شاد منه واحد شويه. انا درت لك شي حاجه خايبه ما درتيش لا انت اللي درتي وانا اللي قلبت انت اللي شلحتي التليفون زعما على فاش لحد التليفون كتسحب ليا فاش تفارقنا المره الاولى ولا حتى التليفون حتى انت اللي درتي علاش انا مالي نبقى انا راكبه في الطوموبيله وكنصبر الدريات كيصونيو عليه الا الزربه انا كنتعصب شوف كما كنتش كنبغيك انا من هنايا كنقول لك كما كنتش كنبغيك ما غنلوح لك التليفون ما غنسوق لك ما نكملوا المهم
قال لي انا في هذه البلاصه انا طالع ليا الدم انا هادي ما عنديش طوموبيل. بدا كيدور ليا في راسي بزاف د الحوايج. هذا البارح معيط ليا باش يشوفني واليوم ملي قلت لي انا نشوفك علاش لا انا هادي انا هادي. بدا يدخل يخرج في الهضره وانا نقول خاصني نمشي نشوف شكون هي هادي اللي معاه. هادشي راه 3 شهور حنا مفارقين اخوتها بلاتي باش نكونوا صريحين. دابا انا اللي كانت معايا شي وحده غنقول لها انا بلاصه فلان فلانيه. قال لي فين هو ولكن اون فوا ركبت في الطاكسي التليفون ديالو طفى. عاتي تصدمت كنقول ناري غتكون مع شي وحده غيكون ناض من هذيك البلاصه غيكون هادي. ايوا خوتي مشيت توقفت عليه ها لقيته بوحده فرحت. جلست انا وياه بقينا كنت كنتحتو انا وياه. الحاجه اللي فينا زوينه اننا فاش كنتلاقاو واخا نكونوا خاصمين على ما عرفت اشنو كنتلاقاو بحال عمرنا تفارقنا ولا عمرنا تخاصمنا. كنبقاو نهضروا وندويو بحال شي وحدين اللي كيموتوا على بعضياتهم. بقينا كنهضروا بحال ما مخاصمينش. نضنا مشينا لواحد القهوه اخرى كاين فيها واحد صاحبه ومرتو عقلتي بلا ما نقولوا سميات السلام عليكم من هنا. بقينا جالسين معاهم وهي تقول لي يا مرتو عاقله قالت لي دابا نتوما علاش تفارقتوا حنا بقاو نعاودوا لها داكشي بلي دي طيب لي دي طيب لي دي طيب عينيه كيغرغروا اي من هو كيشوف فيا. هي تقول لي نتوما مستحيل تكونوا مفارقين. قالت لي راه عرفتي شحال كتبغيو بعضياتكم. ايوا صافي المهم رجعت للدار رجعت عاود ثاني الكآبه من الاول بحال عمرني ما تفارقت مع اي من البكا ونخصيص. المهم خاصني ننسى ايمن حيتاش انا وياه مستحيل نرجعوا. انا نفسي خايبه وهو نفسه اكثر مني دونك ما غاديش نرجعوا. هو مادام عيط ليا وقال لي توحشتك غير موجه وعابره. صافي مشينا ما بقيناش كنهضروا عاوتاني واحد المده طويله لمده شحال 6 شهور. كنت مشيتي للخدمه ومرضتي؟ مشيت للخدمه ومرضت وسخفت ليهم وجابونيش للدار بسبب هذاك النهار اللي تلاقينا فيه. حيتاش تيلمون بقينا كنهضروا بقينا كنتفكروا في داكشي اللي داز وحنا عارفين اننا مستحيل غنرجعوا. عاجي وبقيت كنبكي وداك النهار ما بزاف د الحوايج وقعوا ليا خايبين. المهم جابوني للدار من الخدمه جابوني شي بنات في طاكسي سخفانه مغيبه ما عقلتش على راسي. وفي الدار فاش بقيت ناعسه كان هات كنبقى نقول انا 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 لا لا. المهم هادشي فات صافي. انا قلت واحد الخطره جبنا اسئله وقلت لهم راه كتهتهتي عارف ما كينكذبش نكتب عليكم. المهم صافي بقيت في حلاكه قلت صافي ايمن خاصني ننساه واخا هاد المره يعيط لي راه ما غاديش ارجع نشوفه. في مره مشيت ما بقيتش كندوي معاه حتى شي حاجه ما بقيتش كنسول فيه. بحال قلتو حيدته حيت فريمون كان خاصني نحيدو حتى هو مشغبر واحد المده. حتى لواحد النهار هذاك صاحبو امي ديالي كيعاود ليا على خطيبته ولا صاحبته هادي كيبقى يقول لي شنو وقع شنو وقع شنو وقع. واحد النهار وقع لي مشكل كبير قال لي غيزلان خاصني نشوفك باش نوريك شي حاجه ضروري في التليفون. المهم خاصني نشوف داكور في غتكون انا راه غنكون مع صاحبتي. انا كنت غنكون مع صاحبتي بلا ما نذكر الاسم ديالها. هو غنمشي وغيورينا شي حاجه في التليفون مهمه. شويه كيعيط ليا الولد كيقول لي شوفي بلا ما تجي عندي لهاد البلاصه راه غيكون معايا ايمن ومخلوع فريمون مخلوع. وانا نقول لي حلف غيكون معاك ايمن. قلت لي صافي لا ما غنمشيش. ومن الخمسه للثمانيه كنت شاريه لبسه جديده لي لونتي هادشي راه 8 شهور ومع 9 شهور ما كندوي وصافي فهمتي. مشينا خبرنا على بعضياتنا نسينا بعضياتنا بالكذوب. لبسه جديده لي لونتي صيبت شعري درت كلشي ماكياج تقاديت مشيت لديك البلاصه اللي جالس فيها ايمن. مشيت انا وصاحبتي ودي زامي معانا شي ما دخلت اقسم بالله بحال شفتو بعينيكم ايمن جالس ديال الحاره كيكون مخسر شافني غزلان انا شي اوتوماتيك من الشك وانا نشوف فيه ونحس بيه تزير صافي وانا معايا. انا مشيت لديك ولكن درت راسي ما عقلتش انا درت راسي فهمت. مشيت لديك بلاصه غير باش نشوف من بعيد ماشي بنيتي شي حاجه. المهم بقينا جالسين وداك الشيء شويه نط الطواليت تمي تجي ويبان لي داك صاحبو تيلمون تزير وتخير ما تخرج برا وفوطي حدا ايمن خاوي. انا مشيت سلوت على ايمن وريني كيفاش درتي ليا. قلت لي سلام ايمن صافا لاباس عليك. لا بعدا قبل ما نوض من بلاصتي بان لي بحال هكا كيشوف فيا عرفتي انسان دار فيك هاه تصدم وانا ندير فيه بحال هكا ونقول لك صافا لاباس عليك. شي واحد فهمتي راك تلاقيتي بيه بازار وانا نط للطواليت وانا نتمشي ونسلم عليه حتى هو يطرطق ليا يدي واحد طرطق دير ليهم نفس داكشي درتي ليا لا عندها قال لي اش كنت
ديري هنايا؟ وانا كنقول لي غير طلق غنوريك بلا شوها. انا غنقول لك اش كندير هنا وصافي. طلق قال لي جلسي جلسني وعاود ثاني نسينا راسنا ونسينا واش كنا مخاصمين وبقينا كنت الدجاج البيبي كيضرب وبقينا كنتحتو. تجا صاحبو ناضت صاحبتي بغات تمشي قالت لي يا يلا. قلت لي انا غنمشي مع صاحبتي وهذا. قال لي تمشي مع صاحبتك مزيان سيري. ومشيت مع صاحبتي تما. عيط لي ايمن في الليل بقى كيدوي معايا كيدوي معايا حتى الصباح. نعتبر بدينا كن بحال بدينا كنرجعو. لكن خليني نعاود ليهم النهار الثاني اشنو وقع. راني مفكر لكن لا 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 اش قلت لك انايا؟ اش لا باقي هادي حتى النهار الثاني. حنا ما دويناش فرجوا النهار الاول. انا راه عاقله على كلشي بلا ديطاي اقسم بالله. هادشي اللي كنقول لكم حتى حافظاه وعاقله عليه كلمه بكلمه بحال يلا وقع اليوم. المهم بقات يدوي معايا حتى الصباح. نعسنا هادي. قال لي فاش غنفيق نشوفك. قلت لي صافي فاش غادي نفيق غادي يشوفني. كيقول لي دير مع واحد السيد غنسيري معاه وغنجي نشوفك. وانا كنتسنى خاصكم كتسناو الوقت كيدوز الوقت كيتعطل. غنشوف السيد وغنجي عندك. تسنيني انا غنشوف السيد. عرفتي انا قلبي كيضرني حاسه بشي حاجه ماشي هي هذيك. هو راه كان كيشوف السيده السيده العلاقه العابره. ولا قلت لك ايمن كنتعصب فاش كنتفكر هذا الشيء. المهم عارف راسو شنو داير ماقدرش. لا لا خليني نقول لهم ايمن. المهم كان صاحب مع واحد خيتي ومشي يشوفها قبل مني. هي كان معاها ديجا كان معاها شي شهر ولا ما عرفتش. بلاتي خوت باش نقول لكم باش تفهم. هي قلت لها واحد العيبه. قلت لها الخوت السبب من بين الاسباب اللي خلانا نتفارقوا. هادشي تاع قلناه حتى تلاقينا نهار الثاني. ايمن راني عاقله راني غنعاود لهم هادشي. المهم مشى يشوفها وفاش سالي على خاطرو ومشي على خاطرو عاوتاني نقولو ديك نص ساعه ما كملهاش صراحه الله. وجا عندي وشافني. هو تالمون تلاقى مع واحد لامي ديالي في هذيك القهوه دونك شافو معاه من كان. قال لي كنت مع واحد السيد وحقت لقيت مع فلان. قلت لي قال لي تلاقيت مع فلان وهادي 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 وهاديك السيد راه مقرب من العائله تقريبا صافي. وانا نمشي انا عند هذاك فلان. قلت لي واش شفتي ايمن داك النهار فلان فلاني؟ مع من كان؟ مع واحد طويله كيعوى صافي. المهم زدت حقت صافي بقينا بحال هكاك. كيفاش هذاك النهار عرفتي شنو انك تعصب وكنت تعيب على الناس؟ كنعيب على الناس. مالك ما طويلاش كيعوى؟ قول شي حاجه. انا ما قلت لك والو. العكس ديال هادشي. العكس انا بالعكس. انا معاك في اي هضره. غير هو بيناتنا غير هو قدام الناس ما تبقاش تقول لي بحال. شوفوا انا سبونطاني كنتعامل كيف انا. اسمحوا لي الا غلطت الناس شي حاجه. راح جر وطوب يعني ما. المهم مع واحد خيتي طويله وخايبه صافي خايبه. المهم خايبه خايبه ما نقدرش نقول غير هادشي. والله حتى خايبه والله قلت لك اقسم بالله حتى خايبه. نحط لكم التصوير حتى هنا خايبه. وما حشمش نحطها لكم ني فقدوك. مهم خليونا من هذا الشيء. كنت عصب انا ولا ايمن ولا الله يتنشفك. كنت عصبني اقسم بالله حتى خايبه. وبغيت ربي يزيد بنيتي وبنتي حتى خايبه. يلا وبنتي حتى طويله كيعووني فقدهوك. يلا وقول العكس ديال هذا الشيء ونساليو الفيديو هنايا وغنكحلوها. مهم خليونا من هذا الشيء كامل. ايمن راه الفيديو كيطول باقي ما كملناش اليوم. المهم راه واقيلا في الجزء الثالث غتشوفوه في لاشين عندنا سكتة صافي. كيفاش هذيك خيتي. المهم هذاك النهار جا عندي دوا معايا بقينا. قال لي شوفي قال لي كلمه عقل على اليومين هذا. غادي نرجعوا ولكن ما تخنقينيش فحال الاول حيت من الاسباب اللي هادشي اللي بغيتي تقول قبيله. من الاسباب يعني هي عارفه من الاسباب هو انك خاصك كل شويه شاده التليفون ديالك تقلب. كنمشي ما عندهاش الخوت شي حاجه سميتها تيقى. ما كنتيقش في نفسها واليومين هذا ما كنتيقش في نفسي. عارفه راسي زوينه. كون كنتي تيقى في نفسك ما تبقايش تقوليها بزاف. زوينه انا. المهم الخوت قلت لي لا قلت لي ما غاديش نبقى نقلب لك تليفونك وداك الشيء. قلت لي خوي راسك. غير دويت مع داك السيد وقال لي على ديك خيتي اوتوماتيكمون جيت شديت التليفون ايمن قلبته وضربني على هاد القضيه. قلت لي انت كنتي مع فلانه وكتكذب عليا وهادي. قال لي شوفي اللي بغيتي نديرو لك كيف ما في الاول دارها. بعدك انا خوت فاش حصلت شد التليفون ضربنا. قلت لها صافي هذيك هي الاخر. قلت لها واش شد التليفون ضربه مع حد تشرش. المهم
من بعد تصالحنا في نفس النهار ياك، وقال لي صافي غنرجعوا هادي والله يسمحي لي وما بقيتش ندوي مع حتى شي وحده، وهادي وقريت كاع لي كونفرساسيون ديال كاع البنات مسحتهم كاملين، وتا هو بدل النمره ياك، بدلتي النمره وصافي قلنا نبداو صفحه جديده ما فيها لا شك لا غير حتى شي حاجه، حتى ديك فلانه قطعنا لها بلا ما نقولوا لها حتى شي كلمه. صافي رجعنا بخير كنضحكوا داكشي، قال لي ما غنوعدكش بحاجه وحده هي الزواج الا سهل الله. راه قلت لكم ديما صاري، قال لي كلمه، قال لي الا سهل الله وكتابينا لبعضياتنا غنتزوجوا، الا ما سهلش الله وما كتابيناش بعضياتنا ما غاديش نتزوجوا. دونك من حتى انايا ما عنديش ديك النيه ديال الزواج، خاصني نتزوج ولا خوت جوموني على هاد اللعيبه اللي قلت لها واش مزيانه ولا خايبه انسان يكون صاري يجيك فحال هكا يقول لك الا كتابينا راه غادي نتزوج وما تسالينيش احنا فحال والله ما فحال هكا بقى يكذب عليك يقول لك هاد السيمانه غنتزوج بك، هاد السيمانه غنتزوج بك، تصنع عليا غنكمل الدار، تصنع عليا غنشري الطوموبيل، هذاك الشيء بلا ما تبقاو تيقوا. الزواج كيجي ماشي بالدار والطوموبيل، الزواج كيجي بمكاتب مكتاب لك غتزوجي به، ما مكتبش لك ما غتزوجيش به، واخا طيره واخا تنزلي. المهم قال لي الا سهل الله غتزوجوا، ما سهلش الله ما غنتزوجوش. قال لي واش باغي تبقاي معايا؟ قلت لي اه نبقى معاك، حيت انا ما فنيتيش كاع بالزواج بصفه نهائيه، عندي الربح انني مع ايمن مصاحبه معاه، حتى ديك الخطبه نسيتها انه خاطبني، مصاحبه معاه كنخرج معاه كنشوفو عزيز عليا وكنعاود ليه اي حاجه ضراتني، كنشارك معاه اي حاجه، على انني مخطوبين في المشاكل مزوجين في المشاكل والصداع لا. المهم جا واحد النهار نكمل ولا سكوت؟ كملي كملي. خالتي مسافره، خالتي سمعني قلت لها خالتي جد لي بوم، ماما مسافره، كنقول لها ماما حماتي جات قالت لي هاد البنت اللي انت ناوضين انت وياها الحرب 3 سنين ولا شحال، عام ونص ولا عام شحال؟ قالت لك خو قالت لي الوالده ديالي قالت لي نشوفها جيبها لي نشوفها ويلا عجبتني غادي نزوجكم. وصافي مشيت شفتها ومع انا كيوت وظريفه وداك الشيء، وانا برج الثور وهي برج الثور الله يخليها لينا، فصافي شفتها اوتوماتيكمون تفاهمنا، لقاتني انا مفروحه كثار منها وكنبقاو نضحكوا وفاهمين في كل شيء وداك الشيء، صافي وهي تزوجنا. قصتي مشات مع الواد عاود ولات تزوج. المهم اون فان كونت كيبقى الخوت اي حاجه باش يسترفها الله كتبقى برضا الوالدين، شي حاجه من غير رضا الوالدين اللي ما عندوش الخير في والديه ما عنده الخير في حتى شي حاجه، بلا رضا الوالدين خوت ما كتصدقش. صافي بحال هكا كانت قصتنا، الا بغيتو تعرفوا شي حاجه اخرى ما بعد الزواج ما بعد هذه خليوها لينا في لي كومونتير. الا بغيتو تشوفوا القصه ديال اول مره ضربني فيها ايمن انا غنخليها لكم، وغتلقاوني لابسه نفس الحوايج وغتشوفوها في لاشين ديالي نهار الحد ان شاء الله. المهم انا غنعاودها لكم دابا، ولكن هذا الفيديو غير ديال كيفاش ترجعنا وكيفاش تتزوجنا وكيفاش تسهل علينا الله، فشكرا لكم بزاف، وتسناو كيفاش اول مره ضربني ايمن في لاشين ديالي نهار الحد مع الثلاثه ان شاء الله. كنحمق عليكم وكنوجع عليكم وكنبغيكم وكنتسطح لكم الفنين ديالي الغزالين ديالي. بيس.